اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. سنه جديده 2020. النهارده هنتكلم عن حاجات يعني ممكن نفكر فيها نعملها او نبطلها حتى. فكل سنه وانتم طيبين. والنهارده معانا حلقه عن New Year's Resolution. Resolution، كلمه Resolution يعني قرار احنا بناخده او decision. بنقرر اننا مثلا عايزين نعمل حاجات احنا ما لحقناش نعملها السنه اللي فاتت، او كان نفسنا نعملها قبل كده بس ما قدرناش فقررنا اننا نعملها. ممكن تكون حاجات عايزين نبطلها او مش عايزين نكررها، فبالتالي بنعمل our new year resolution، بمعنى اننا خدنا قرارات مهمه جدا. Let us see about this. What is a new year's resolution? It's a promise to yourself to improve your life in some way. It's a promise. يعني ايه promise؟ يعني ده وعد، بوعد نفسي ان انا هحسن حياتي. I improve my life. I make my life better in some way. في بعض الاشياء المعينة اللي انا قررت ان انا اعملها. How can you improve your life؟ ازاي اننا نحسن حياتنا؟ والله هو في حاجات كتيرة ممكن to improve our life or to make our lives better. Like by taking up something new. ممكن ان انا اتبع حاجة جديدة. By trying harder at something، ان انا احاول اكتر في شيء. By cutting down on something، ان انا اقلل من شيء. Or by quitting something، ان انا ابطل حاجة تماما. يبقى taking up something new، اتخذ حاجة جديدة. Trying harder at something، ان احاول اكتر في شيء. Cutting down on something، ان انا اقلل شيء. او by quitting something، ان انا اتخلى تماما او ابطل شيء تماما. Can you think of any popular New Year's resolution؟ هل ممكن اننا نفكر في اي حاجة مشهورة من New Year's resolution؟ اعتقد ان من New Year's resolution ان انا في بعض الناس تقول لك انا عاوز ادرس حاجة جديدة، او ان انا عاوز اغير الشغل بتاعي، او ان انا عاوز مثلا ابتدي اقرا كتير، او ان انا ابتدي اصلي. فدي resolutions او قرارات كتير قوي بيتخذوها قبل بداية السنة الجديدة وبيحاولوا انهم ينفذوها. بعض الناس بتقدر، البعض الاخر يعني ما بيقدرش قوي او يبتدي ويبطل، يعني احيانا حسب الشخصية. Why do you think people make them at this time of the year؟ ليه الناس دايما بتبتدي انها تفكر في resolutions مع بداية السنة الجديدة؟ يعني سنة جديدة بالنسبة لهم بتعتبر زي صفحة جديدة بيفتحوها في حياتهم. Do you think people stick to the resolutions or give them up instead؟ هل يا ترى كل الناس بتقدر انها تنفذ ال resolutions دي، ولا في ناس بتيأس وتستسلم بعد شوية؟ Do you usually make New Year's resolutions؟ And what is the strangest or funniest, silliest resolution you or somebody you know have ever made؟ ايه اكتر resolution غريبة او مضحكة او سخيفة خدتها في يوم من الايام او حد من اللي تعرفه؟ Useful language. في بعض الاحيان بنقول مثلا I'm going to، I promise to، my resolution will be. دي من ال expressions اللي ممكن استخدمها لما اجي اقرر اني اعمل حاجة. I'm going to يعني سوف، I promise to اعد، أو my resolution will be يعني قراري هيكون، أو I hope أتمنى. What are your New Year's resolutions related to؟ عادة الـ resolutions دي أو القرارات دي بتبقى متصلة بإيه؟ First زي ما قلت maybe about your job or your studies. ممكن تكون عايز تلاقي شغل جديد أو تدور على شغل، أو إن أنت تدرس حاجة معينة، your job or studies. Your personal or social life، حياتك الشخصية. ممكن حد يكون قرر ان هو يغير من حياته الشخصية بشكل يخص مثلا الاهل او الاصدقاء، يتجوز، يخطب، الكلام ده كله. ممكن الريزولوشن كمان تبقى related to your health، ودي انا اعتقد من افضل الريزولوشنز، لان كتير قوي بيعملوا الريزولوشنز مثلا انهم هيبتدوا يروحوا الجيم. دي واحدة من الريزولوشنز بتاعتي مثلا، ان انا ابتدي بقى ايه اخد بالي من صحتي، اكل اكل هيلثي، اروح الجيم. كل دي قرارات الناس كتير بتحاول انها تنفذها كل سنة،
اللي بيقدر واللي ما بيقدرش، اللي بيعمل شوية وبيبطل وهكذا. فكل سنة جديدة بناخد القرار ده او بنعمل النيو ييرز ريزولوشن اننا تو تيك كير اوف اور هيلث. انجلش يعني ايه؟ انجلش يعني تو ستادي انجلش، تو امبروف ماي انجلش. في ناس عايزة تحسن اللغة بتاعتها او تبتدي تذاكر انجلش او تدرسه، دي من ضمن الريزولوشنز. وورلد سيتويشن، حاجة تخص بقى العالم، يعني يبقى مثلا حد يبقى عارف في السياسة اكتر، افهم مثلا الدنيا اكتر، ممكن اسافر. فكل دي ريزولوشنز ممكن الانسان يعملها مع السنة الجديدة. less and more، في حاجات we need to do less، حاجات المفروض نقلل منها وحاجات المفروض نعملها اكتر. ايه اللي less وايه اللي more؟ في less we can have the resolution to less talking. يعني ايه less talking؟ يعني اتكلم اقل. يقابلها الناحية التانية more listening، يعني بدل ما اقعد اتكلم اتكلم اتكلم، لا انا اقلل من كلامي وابتدي اسمع اكتر للاخرين. planning less planning and more doing، يعني كتير قوي بيقعدوا يخططوا 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 بدون ما يعملوا اي اكشن، لا انا خطط اقل وابتدي اعمل اكشن اكتر. less soda and more tea، يعني اقلل الصودا او المشروبات الغازية وممكن اشرب شاي اخضر مثلا اكتر. less junk food، junk food اقل، و more salad، واكل سلطة اكتر، يعني اقلل junk food واكل سلطة اكتر. ودي طبعا من ال resolutions about the healthy life. less complaining and more encouraging، يعني ابطل اشتكي كتير ولكن ازود في كم التشجيع. less worrying، ويا ريت نقدر ننفذ ده اننا نقلل القلق. ومور hoping، ونتمنى اكتر. less doubting and more believing، نقلل الشك وسوء الظن. and more believing يعني يبقى في ايمان اكتر. less lazing around، lazing around يعني يتكاسل، الشخص بيتكاسل عن عمل اشياء. ف less lazing around و more working out. lazing around يعني اتكاسل اني اعمل رياضة مثلا، working out اني اعمل رياضة. less frowning، I like this، اكتر حاجة بحبها less frowning، يعني مكشر اقل. and more smiling، ونبتسم اكتر. less insecurity يعني ثقة بالنفس الاقل اقللها، يعني بقى عندي دايما more trust اني اثق بالاخرين اكتر. less weakness ضعف اقل. more confidence ثقه اكتر. less ignorance this is very important. less ignorance يعني جهل اقل. و more understanding فهم اكتر. less hate كره اقل. and more love حب اكتر. and then less ungratefulness and more gratitude. اخر واحدة دي يعني ايه less ungratefulness؟ يعني عدم التقدير يبقى اقل، يعني ابطل ان انا ما اقدرش الاخرين، ويبقى عندي gratitude. gratitude يعني thankfulness، يعني ابتدي يبقى عندي تقدير للاخرين. دي لستة جميلة جدا، وياريت نقدر نتبع حتى ولو نصها، اننا نقلل كل المشاعر السلبية او التصرفات السلبية، ونبتدي اننا نتخذ ايه خطوات إيجابية أو نوع من أنواع اللايف ستايلز الإيجابي. نيجي للهابت، احنا قلنا من ريزولوشنز ان انا ممكن اغير هابت معينة، ان انا اغير عادة معينة مش عايز اعملها تاني او اقللها او ابطلها خالص. فيعني ايه هابت او يعني ايه عادة؟ A thing done often and hence usually done easily practice custom. ده definition بتاعها، حاجة بتتعمل بشكل متكرر وبتتعمل بسهولة وبنعملها بشكل معتاد. أو pattern of action that is acquired and has become so automatic that it is difficult to break. أو نوع من أنواع التصرفات اللي خلاص بنعملها بشكل automatic وصعب قوي إننا نغيرها. ده Webster's New World Dictionary، دي الديفينيشن بتاع كلمة habit في الديكشنري.
habits no matter what kind are. أما ال habits بقى فهي الأشياء اللي done often بنعملها بشكل متكرر, acquired مكتسبة, done automatically بتتم بشكل automatic, difficult to break إن صعب إن أنا أبطلها أو أغيرها. common bad habits, إيه هي ال bad habits اللي ممكن نفكر إذا كان عندنا ال bad habits دي ولا لأ علشان إيه نقدر إننا نغيرها. لأن من أكثر الأشياء المهمة في إن أنا أغير من bad habit إن أنا أقدر أعمل لها رصد. يعني إيه؟ يعني أعرف أحددها في نفسي. يعني ممكن ناس كتيرة بتعمل bad habits وهي مش عارفة إن دي bad habits, أو بتكررها وهي مش عارفة إن دي حاجة مش كويسة. فقبل ما أغير ال habit لازم إن أنا أحط إيدي أو أعرف إن أنا بعمل حاجة bad. في ناس كتيرة بتعمل تصرفات مش شايفة إنها bad habits, فعلشان كده مهم قوي إني أعرف إيه يعتبر bad habit. The common bad habits إيه هي؟ أول حاجة sleeping habits. sleeping habits مثلا يعني النوم مثلا متأخر قوي, النوم لغاية الظهر أو العصر, دي طبعا تعتبر bad sleeping habit, فالمفروض إني أفكر في دي أغيرها. skin picking or nail biting, ناس بتحب دايما تقرض ضوافرها, فدي طبعا يعتبر من الباد هابتس اللي بتضر بالاسنان وبتضر بالاصابع والاظافر وهكذا. not meeting deadlines, دي طبعا هابت مش كويسه خالص ان انا ما اقبلش الديدلاينز او ان انا ابقى دايما متاخر في تسليم الشغل بتاعي, دي تعتبر من اسوأ الباد هابتس. neglecting family, neglecting family اتجاهل الاسره, ودي is a very bad habit, يعني الواحد بيعملها بشكل اوتوماتيك بحيث انها تبتدي تبقى هابت. يعني ايه neglecting family؟ يعني مثلا لو في مناسبه ما اهتمش ان انا اهنئ بيها او احضرها, لو في تجمع عائلي ما اهتمش اني احضره وهكذا. smoking طبعا دي عاده سيئه. watching too much TV, وخلي بالي ان ال watching TV is not a bad habit, اني اتفرج على التلفزيون مش bad habit, لكن لما اتفرج عليه كتير قوي, يعني اعرف ناس بتقعد ممكن 5 6 ساعات قدام التلفزيون, which is very very bad of course, سيء للعين وسيء للمخ وسيء للعمود الفقري حتى, ف this is a very bad habit. spending too much money, طبعا يعني الواحد يصرف فلوس كتيرة واكيد يعني مقصود بيها هنا في حاجات ملهاش لازمة, فدي تعتبر bad habit. في ناس كتيرة عندها عادة صرف الفلوس متعرفش انها تمسك ايديها يعني, فدي طبعا a very bad habit. طبعا هي مش عندنا قوي اللي هي الجامبلينج او اللي هي القمار او اللي هو القمار, يعني ان هو حد يراهن برهان بفلوس وكده. health and fitness, الباد هابت about health and fitness ان انا ما بهتمش قوي بصحتي وان انا ما بعملش فيتنس لجسمي. في relationship problems, يعني ايه في العلاقات, مشاكل في العلاقات, ودي تعتبر باد هابت زي perfectionism, اني دايما لما بدور على اي علاقه سواء علاقه زواج او علاقه صداقه او حتى علاقه زماله, دايما ادور ان الانسان اللي قدامي ده يبقى بيرفكت في كل حاجه, انسان كامل في كل حاجه ما فيهوش غلطه. وديس از ا فيري باد هابت, ليه؟ لان دايما مفيش حد ما عندوش مشكله او مفيش حد كامل, فدايما الناس اللي عندها عاده البيرفكشنزم او انها تشوف اللي قصادها ده لازم يبقى متكامل من كل حاجه رغم ان هو شخصيا مش كامل, دي ان ا فيري باد هابت. انتربتنج, وده قلنا قبل كده اني لازم ابقى less talking and more listening. swearing يعني الشتيمه, او اللي هو دايما في ناس انا بتحب تتكلم بتتكلم بشكل تلقائي بتشتم وهي بتتكلم من غير ما تكون تقصد اساءه, هي خلاص اتعودت انها تتكلم ففي دايما شتيمه موجوده في النص, فدي a very bad habit. طبعا lying الكذب, procrastinating اللي هو تاجيل الخدمات اللي واحد بيقدمها للناس او الاعمال, ده تاجيل اللي هو البروقراطيه او اللي هو التسويف في الاشياء دي. All of these are very bad habits. We will continue these bad habits and how to change them after this break. After this break about how to challenge or how to achieve challenges or success, طبعا ازاي نحقق اي تحدي او ان انا احقق نجاحات, دي تعتبر من الريزولوشنز ان انا ابتدي ان انا انجح, ابتدي ان انا
ابقى قد التحدي اللي انا موضوع فيه. دي طبعا من الحاجات المهمه جدا في النيو ييرز ريزولوشن. نكمل الباد هابتس اللي احنا بدأناها، ووقفنا عند البروكراستينيتنج اللي هي ازاي اني اسوف في او اعطل مصالح الاخرين. This is a very bad habit، يعني وبقت يعني ظاهره في بعض الناس اللي هي بيتم مصالح المواطنين عندها انها تبتدي انها ايه لا لشيء غير انها تنبسط لما بتعمل كده، انها تعطل الاخرين ومصالحهم. Another bad habit is excessive leisure activities، وقت الفراغ. يعني في ناس عندها قدره ان كل وقتها يبقى وقت فراغ، فده طبعا سوء استخدام رهيب للوقت. ان انا ما عنديش حاجه، انا فاضي طول الوقت، فاضي ما عنديش حاجه، ده طبعا very bad habit ان انا ما يكونش عندي حاجه تشغلني، ان كل وقتي يبقى وقت فراغ، فطبعا دي حاجه مش كويسه. being chronically late، chronically مزمن، فان الواحد يكون دايما بيتاخر بشكل مزمن. الناس عندها العاده دي الحقيقه، مش عايزه اقول في مصر بس، يعني كتير قوي بتسمع انا 5 دقايق واكون عندك. طبعا 5 دقايق دي يعني مثلا ساعه، فالناس اتعودت انها تبقى دايما ليت، دايما متاخره. يعني قصه ان حد يبقى يجي في الميعاد بالظبط دي بتبقى حاجه نادره لدرجه اننا بنستغربها. فبعض الناس وكتير منهم عندهم this bad habit of being chronically late. blaming others، يعني دايما الانسان يبقى عنده عاده ان هو يلوم الاخرين على اي حاجه غلط تحصل له، مش مثلا يفكر يمكن انا اللي كنت غلطان، يمكن انا اللي عملت الموضوع ده بشكل مش صح. لا، دايما يقضى اللوم على الاخرين او على الظروف او على الاشياء، لكن هو غلطان ما بيعترفش دايما بالخطا. spending too much time on computer and internet، ويعتقد ان دي اسوأ عاده في القرن 21، تقضيه وقت كبير جدا على الانترنت وبالاخص السوشيال ميديا. ودي الحقيقه اعتقد ممكن تكون من اهم الريزولوشنز اوف ذا نيو يير، ان مثلا اقول انا هقررت ان انا اقضي بس 2 ساعة يوميا على السوشيال ميديا او الانترنت. معنى 2 ساعة يوميا يعني مش لازم ورا بعض، ممكن متفرقين بشكل او باخر، لكن اكتر من كده دي تعتبر عاده سيئه جدا، بتاخد من وقت حاجات كتيره كويسه ممكن اعملها. طبعا كل الباد هابتس بتاثر على الفاميلي، على السوشيال لايف، وزي لسه قايلين القعدة على السوشيال ميديا بيأثر طبعا على حياتك الاجتماعية الحقيقية، على الوظيفة، على الجوب، على الهابينس. لأن لو أنا عندي عادة إن أنا أتفرج على التلفزيون كتير، إن أنا كسول، ما باكلش أكل كويس، ده طبعا ممكن تأثر على سعادتي الشخصية والكواليتي أوف لايف اللي هي نوعية الحياة. reasons for not changing now، طب حد هيجي يقول لي لا أنا مش قادر أغير الهابت دي دلوقتي، يا ترى ليه هو مش قادر؟ كتير قوي يقول ايه my habit is not so bad، لا 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 انا مش عادتي دي مش سيئة للدرجة دي، شوف ناس تانية مثلا متعودة على ايه، ايه يعني لما اقعد على السوشيال ميديا كتير، او ايه يعني ما اتفرج على التلفزيون 6 ساعات، كلها حاجات مش مضرة. or I had this habit for years I can't change، يعني مثلا واحد بيدخن يقول لا يا عم انا لسه هبطل دلوقتي، انا بقالي 20 سنة بدخن، حاجة بطل دلوقتي؟ وطبعا الناس بتقول هو ده رد فعلها لما بنطلب منها تغير عادة سيئة. I enjoy my habit, it's fun. في ناس مستمتعة بالعادة السيئة دي زي السوشيال ميديا وقت طويل. Changing is too hard. في ناس بتقول التغيير صعب. أو I don't have time to make changes. ما عنديش الوقت إن أغير. أو I can't change my habit as long as the people around me are engaging in the habit. زي برضو السوشيال ميديا كمان مرة. انا مش هقدر اغير العاده دي لان معظم الناس حواليا عندهم نفس العاده، فانا زي زيهم يعني. I don't think I could stand the loss of my habit، يعني ما اقدرش استحمل اني ابعد عن العاده دي ولو شويه صغيرين. اول خطوه من تغيير الهابت is to assess your habit. What the meaning of assessing your habit؟ ان انا اقيمها او اعرف ان انا عندي bad habit، او ان انا احط ايدي على الباد هابت. ممكن اسال نفسي مثلا when you had the urge to engage in the habit، امتى بتحس ان انت عاوز
عندك العادة دي أو تنفذها. How long the urge lasted، بتقعد قد إيه؟ والأوتوماتيك صوت يو هاد، الأفكار اللي بتعوزها. يعني لازم إن أنا to assess my habit. إزاي أغير بقى الهابت دي؟ keep a habit record، دايما تبقى عارف أنت بتعملها كل قد إيه. list the advantages with disadvantages، أعرف مميزاتها وعيوبها. describe your habit، أوصفها. ابتدي ان اعمل relaxation، احاول ان انا to get help from others، ان انا اطلب مساعدة الاخرين، واحاول بقدر الامكان ان انا افكر في مصلحتي الشخصية قبل ما افكر في انها العادة دي بتبسطني او ببقى منشغل فيها او بتشغلني عن حاجات مش عايزة افكر فيها وهكذا. So one of the best resolutions for the new year is to change a bad habit. If you do this, so you are a winner. So I hope that all of us can achieve the resolutions we had and change these little bad habits that we have in order to improve our life and have a better one. أتمنى كلنا تبقى سنة سعيدة علينا، نغير الوحش اللي فينا ونبقى أحسن. كل سنة وأنتم طيبين. Thank you. See you next episode. Have a nice day.